في حلقه جديده برنامجكم الصحي الاسبوعي لي كما جرت العاده كنتلاقاو معكم اسبوعيا كل يوم احد باش نتكلموا على مجموعه المواضيع عندها علاقه بالصحه ديالنا وهذا الشيء كامل باش نتهلاو فيها وصحه الناس دايرين بينا وصحه وليداتنا حتى هما ما كنكونش دائما غير بوحدي كيرافقونا الخبراء والخبير اللي تولفتوا عليه البروفيسور ياسين سفياني اهلا الهام مرحبا بالجمهور الحاضر معنا في البلاطو مرحبا بمشاهدينا الكرام في اسبوع جديد وحلقه جديده من برنامج الخبراء ياسير، شنو هما المواضيع اللي غادي نطرقوا لهم اليوم الموضوع الاول هي واحد المرض كي كنداولو كيسميوه المغاربه لاغوت أه. وكان عنده شي علاقه ما كيقول كي كتهبط لي النقطه راه يمكن هو هذا الخبيره اللي معنا اليوم في هذا الموضوع الموضوع الثاني عنده علاقه بالبشر وخاصة بالناس اللي عندهم البشرة ديالهم جافة والموضوع الثالث هو كيخص الاطفال ديالنا وامراض الحساسية ديالهم وخاصة مرض الدقة عند الاطفال مرض الدقة عند الاطفال وقلتي البشرة الحساسة البشرة الحساسة ولا <applause> الجافة الجافة ماشي البشر لا لا البشر البشر هادشي كامل غتعرفوا عليه رفقة الخبراء ولكن قبلها ياسر كنقترح على مشاهدينا اننا نبقاو مع هاد الميكرو خطوة ونرجع لكم في بلاطو لي <applause> خرجنا الشارع وسولنا المغاربه واش كيعرفوا مرض النقرس اللي هو لاغوت مرض النقرس على ما كنسمع هو لاغوت لاغوت لا ما سمعت بها وكنسمع بيه ديجا سامعو ولكن ما ما عرفتوش ما كنعرفوش اللي كيقولوا انه كيجيب كي من الكثره ديال الماكله ديال اللحوم الصراحه ما عمري سمعت مرض النقرس حتى لا قلت ما عمرني سمعتها في المغرب الصراحه بزاف عمرني سمعت شي حاجه سميتها نقرس ولا لا قلت تنسمع مرض المقروس يعني اللي يسميه باللغه الفرنسيه القوت ولكن ما عنديش معلومه عميقه في هذا الاطار على حسب المعلومات العامه تيقول لك بانها ناتجه عن تناول اللحوم بكثره، هذا دي الفكرة اللي عندي في هذا الإطار. شنو هو هذا المرض؟ منّاش كيجي؟ وواش عنده علاج؟ الأجوبة مع إلهام، بروفيسور ياسر، والضيفة ديالو في بلاطو لي زيكسبيرغ. <applause> ورجعنا لكم مشاهدينا، بعد ما شاهدنا الروبورتاج وغادي نتكلموا لكم على مرض النقرس. نسيتوا؟ مرض لاكوت. لاكوت، النقرس ولا النقرس؟ النقرس ولكن لاكوت يعني المغاربة. <applause> أه قبل ما نتكلموا على لاكوت دريت بانها ترتبط بواحد أه أه الحامض اللي كيكون عندنا والاشكال ديالو هو ان أه يعني غيكون كيتكاثر في الدات والحاجه اللي كتكاثر في الدات عندها جوج الاسباب اما كت كتكون عندنا بزاف يا إمام ما كان ما كان نضيعوهاش بالنسبه للازم ما, ما كتخرجش بالنسبه للازم داك الشيء انا بغيت نتكلم لان تكلمنا في حلقات بزاف على كيفاش ان الدات كتستوعب وكتمتص هذوك المواد اللي كيجيو من الماكله اليوم غنتكلموا بخلاصه على كيفاش كنت كنخرجوهم كان <applause> <بي> خرج... <applause> <مثلا تصفيق> كيفاش كتهبط النقطه مازال ما عرفنا النقطه انا كنهضر بصفه عامه اذا ملي يعني كدوز الماكله في المصارن وكيمتصها الكبد فالكبد عنده واحد الدور مهم بزاف لان نعتبروه الجمركي ديال ديال الديت هو اللي كيقرر شنو اللي صالح لنا وغيعطيه الشرايين وغيمشيو ل... يعني العضلات لاي عضو عندنا في الدات باش يدير الخدمه ديالو والحاجه اللي كيعتبرها انها ما للذات للدات فخصو يعني يتفك منها وكيتفك منها عن طريق جوج ديال الطرق الطريق الاول اللي هو البروز يعني الخروج ديالنا العادي اللي كيخرج من المصران اذا الحاجه اللي الكبده ما بغاش يعني تبقى في الدات فكدوز عن طريق هاد السوائل الصفراويه، هذو البويض اللي كيدوزو من المراره ومن ثم كيمشيو للمسرى الصغير والمسرى المسرى الكبير عفوا ومن المسرى الكبير كيمشيو يعني في الخروج ديالنا. <applause> الطريقه الثانيه باش اننا الدات تخوي شي حوايج اللي ما كتستافدش منهم هي عن طريق التبول. وهنا عاوتاني الكبد دائما عن طريق الشرايين كيوصل واحد المجموعه ديال المواد لجهه الكيلي، والكيلي تما بالدور ديالو كيصفيها وكياخذ الحاجه اللي خصها تعاود ترجع في الدم والحوايج اللي عن طريق هاد هاد, الشرايين هاد هادو فالحاجه اللي خصها تمشي بحال عن طريق انابيب البول وكتمشي ل... 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 يعني في التبول ديالنا العادي هادو هما الطرق باش الحاجه اللي ما محتاجينهاش ولا تنتجات بطريقه كثيره ولا يعني الدور ديالها انتهى لان خدينا منه العنصر النشيط فهكا كيتم وفي وفيما يخص مرض لاكوت فهو غتكون عنده ارتباط بهذه الاشكاليه ديال التراكم ديال واحد الماده وعاد نشوفوا شنو هما الاشكاليات اللي غتقلق ولكن دائما هادشي كيبقى الدور الخبير ولا الخبيره اللي كتكون معنا اللي غتفسر لنا شكون جبتي <applause> لنا ياسر اذا رحبوا معايا بالدكتوره بوتينا العازفي اخصائيه في امراض المفاصل بخير عليكم بارك فيك لالا ميرسي بوكو اول حاجة ملي كنقولو لاكوت هي إلا بغينا تعطينا واحد الشرح اللي يكون بسيط ألوغ الشرح بسيط ديال لاكوت هو أولا هو واحد مرض ديال التهاب المفاصل يعني هو نوع من أنواع الروماتيزمات اللي تسمى روماتيزمات بلورية ولا لي روماتيزم ميكرو اللي عندهم علاقة مع ارتفاع نسبة لاسيدوريك ولا حمض الأوريك في الدم والترسب ديالو في المفاصل يعني خصنا نديرو فرق كبير و هذا هو الغلط الكبير اللي تيديرو الناس آه الفرق ما بين ارتفاع معدل لاستيجوريك في الدم اللي هي لي اللي, اللي ماشي ضروري تعطينا مرض لاغوت وما بين لاغوت اللي ضروري يكون عندنا التهاب ديال المفاصل باش نهضروا على لا دكتوره ملي كتكلم على هاد الحامض هذا الحامض الاوري ولا آه. واش هو حامد كتنتجو الذات ديالنا ولا كيجينا عن طريق الوغ بجوج عندنا الثلثين ديالو تتنتجو الذات ديالنا لان الخلايا ديالنا من تيموتو تيتحللو تيعطيو البورينات والتحلل ديال هاد البورينات هو اللي تيعطينا حمض الاوريك ثلث ديال الحمض الاوريك تيجينا من التغذية وواحد الانواع ديال الماكولات خاصه اللي, تتع... اللي غنيه بالبورين اللي هما اللحوم الحمراء اللي هما لي زابا يعني ال... الكرعين والكبده والمخ والكلاوي اللي كاينين في الماكله ديالنا بزاف آه كاين في الاسماك في واحد النوع نوع الاسماك اللي اللون ديالهم داكن يعني بحال السردين بحال لي زونشوا بحال السلمون بحال التون ####و# أو فليكخيسطاسي فواكه البحر يعني الكروفيت أو الكالمار أو هدشي كاين ما ه# الناس# الناس# الناس مساكن الناس# الناس# الناس مساكن مني تن# تنشخصو ليهم هد المرض... تحاول تحيد لهم هاد التغذيه كلها تيكون الجواب ديالهم هو هذا هو واش غناكل راه حيدتي لي كلشي لا تيبقاو كوميم عندنا بزاف ديال الاغذيه اللي غنقدروا نتناولوا أه فوالا <applause> حنا كنشوفوا بلي بزاف ديال الناس كيقول لك الا ضروهم صباعهم ديال يديهم ولا خاصه صباع ديال رجلين يقول لك عندي لاغوت واش بالضروره لاغوت خاصة تكون في صباع ديال اليدين ولا صباع ديال رجلين ولا شنو هما الاعراض اللي خليونا نشكو بلي راه هي لاغوت <applause> الوغ <العقود هاي. تصفيق> الاعراض اولا هذا واحد المرض اللي تيقيس كثير الرجال على العيالات اولا <applause> وهذا المرض هذا تيبدا في واحد السن مبكر يعني ابتداء من 30 عام تنقدروا نشوفوه الوغ خصنا نفرقوا ما بين لا كريز الاولى اللي تجي <applause> اللي هي اول مره غادي يجي هذا الالتهاب اكثر من 90% ديال الحالات تيقيس الرجل الوغ الرجل وسورتو المفصل ديال الصبع الكبير مم. الوغ في بعض الحالات تيجينا في المفاصل الاخرين ولا تيجينا في الكح في الكعب في شوفي ولا دي فوا في لو طوندون داشي بحال هنايا في التصويره في هذه البلاصه في الرجل في, في, في الراس ديال الصبع الكبير هذه تتسمى المفصل ديال لا ميتا تاكسو ديال الصبع الكبير مم. تما فين تيحمر الناس الصبع ويكون التهاب زعما في الاغلبيه د الحالات الوغ لا غوت باش غتبدا تقيس لنا المفاصل ديال اليدين تتولي بحال لي مزمنه يعني هذوك لي كريز تيتكرروا عده مرات و تيبداو بحال اللي تيقولوا تيطلعوا تيقيس لي الرجل من بعد تيبدا يقيس لي لا شوفي من بعد تيبدا يقيس لي لي جنو وعاد ديرنيغمون تيبدا يقيس لي لي ما هادي في لا فورم نعم بحال هكا ياسين نشوفوا التصويره هاد لي فورم هادو اللي تيقيسوا اليدين عاده تيجيو للنساء وتيجيو النساء جينيرالمون باش تجيهم لا تجيهم بعد ستين عام بعد ما تنقطع عليهم حق الشهر عاد تبدا تجيهم لا كوت في لي فورم سيكوندير ديال يعني في ذاك حيت كاينه بريميتيف اللي هي هذا المرض اللي تنهضروا عليه اللي تيقيس الرجال صغار اللي تيكون جينيرالمون معاه داك لو سيندروم ميتابوليك يعني تيكون واحد الرجال اللي عندهم السمنه عاده وتيكون عندهم طونسيون شويه ديال السكر شويه ديال الكوليسترول شويه تريغليسيريد هادو هما اللي معرضين بزاف انهم يديروا لاكوت دكتوره تكلمتي لنا على الحراك في المفاصل وكنعرفوا هذه واحد من الاعراض الاكثر شويه عندنا في المغرب الناس الكبار مع الحريق يعني شنو هي الخص Soucia. ديال هذا الحرق ديال المفاصل في المرض ديال لاكوت الوغ آه آه في المرض ديال لاكوت الخصوصيه هو ان على على العكس آه ديال الامراض ديال الروماتيزمات الاخرين يعني هو ان البدايه ديالو تتكون ديما بالتهاب ديال مفصل واحد مم. ما تيكونوش مجموعه ديال المفاصل في دقه واحده اللي تيبداو يعطيو الالم والخصوصيه الاخرى هو ان الالم ديالو حاد بزاف هو واحد الالم اللي غادي يجيك اللي غادي يفيقك من النعاس عاده تيجي مع عادة حال ديال الدرسه بحال حرق الدرسه يعني الالم ديالو كثير بزاف وغادي يفيق من النعاس وتيكون واحد الاعراض ديال الحموريه واحد الالتهاب كبير لدرجه ان من بعد ما تتفوت لا تتقدر ميم الجلده تقشر بقوه ذاك الالم وكاين واحد العلامه خاصه تيقول لك المريض ان راه ليزار لقاس قاص لي رجلي تعطيني الحريق بزاف الم كثير مثلا شي شخص جاوه الاعراض اللي ذكرتي لينا جا عند طبيب المختص شنو هو الطرق اللي كتعتمدوا عليها باش تشخصوا المرض الو هو التشخيص أه تقريبا 90% ديالو اكلينيكي ستاجر الاعراض ديالو باينه هو ان غادي يجيك عاده راجل ما بين 30 و 50 عام غادي تجي هاد لاكري يقول لك راني في الليل ما نعستش بالحريق غتشوف الصبع ديالو ديال رجلي غتلقاه منفوخ وحمر وعاطيه الحريق بزاف دونك تنكونوا مؤكدين 98% ان هذه سي كريز كريس دو غوت الوغ بيان سور غادي نحتاجو نديروا واحد راديو لان تيخصنا من ايليمينيو بعض الامراض الاخرين اللي تقدر تا هي مثلا انتروماتيز من واحد ضرب رجليه ولا هذا دونك تنديروها نديروها وبيان سو تا التحليلات ديال لا الوغ لي خصنا نعرفوه هو ان هاد التحليله ديال لا عاده ملي تتكون لا كريس د تتكون نورمال في الدم ماشي ضروري تكون طالعه علاش لان هذاك لا سيجوري كره ترسب لي في المفصل باش عطاني هذيك لا كريز دونك لو تو ديالو في الدم نقص دونك في بعض الحالات تيجي يقول لك انت الطبيبه قلتي لي عندي لا ولكن التحليله راه عندي نورمال الشيء علاش هذيك التحليله تيخصنا نعاودوها فيما بعد دونك فوالا <applause> إذا تم التشخيص شنو هو يعني تكلمتي لنا على الاسباب واش العلاج هو عباره فقط عن حمية ورجيم ولا هو فيه أدوية وأيضا العلاج تقسم القسمين هو أولا العلاج ديال لاكريز اون سوا يعني الانسان ذاك الالم ديال المفصل م. اللي جا تيخصنا نعالجوه تيخصنا هو الاول دونك اول ادويه تيتعطى هما الادويه المضادة للالتهاب اللي خاصين ديال لاكود كاين واحد الدواء سبيسيال اللي تيتعطى في لاكود اللي خصو كل ما تعطى بكري كل ما النتيجه تتكون اسرع دونك هذا هو العلاج الاول الوغ مانتنو الا كان المريض أول اول مره درنا اون كريز دو غوت دونك غادي نعالجوا له لا كريز ديالو وغادي نعطيوه الحميه باش ينزل لاسيدوريك يعني التريتمون اللي تيتعطى في لاكوت ما خصوش يتعطى من الاول اولا الحاجه الثانيه واحد الخطا اللي تيرتكبوه بعض الاطباء اللي ما تيكونوش مختصين هما ان تيعطيو تريتمون ديال لاكوت في لاكريز هاد القضيه ما خصهاش دار لان غادي تخلي لنا لاكريز طول <applause> لان هاد تيخلي الترسب ديال داك لي كريستو عاود يكون دونك ديما ملي تنكونوا غنبداو التريتمون اللي خصو يهبط لنا لاسيدوريك تيخصنا نبداوه بعيد على لا من الاحسن ان الواحد في هذه الحاله يشوف اختصاصي ديال المفاصل مفاصل والعظام آه. باش هكا يكون باش ما يكونش آه باش ما يكونش حيت هذوك الادويه اللي تيتعطاو في لاكوت هما ماشي ادويه اللي بساط واحد الادويه اللي تكون عندهم اعراض جانبيه سورتو على على الكلاوي دونك خصهم يتعطاو في لا بون حاجه اخرى مهمه خصني نهضر عليها هي الماء هاد الناس خصهم يشربوا الماء بزاف باش يليميني اون فيت داك لاسيد يوريك ف هو اللي كنشوفوا في التبول ديالهم في ديالهم يعني ال... يعني كيكونوا في المحيط ديالنا اللي كيكون عندهم هاد الاشكال وكيشوفوا الطبيب كيعطيه هذاك الحميه نقص من الماكله كيبقى يعني غادي فيها مراقبه بالارقام غير exactly. الارقام كيتقادوا لا ستيزو غير <applause> كتبدا يقول لي والعيد الكبيره دكتوره دابا شنو نديروا واش شي قطيب ولا جوش تنقول له ما كرهناش بون هو سي فغي راه ماشي ساهل ضعيف <applause> في الحياه لي ريستريكسيون غير هي العلاقه ديال الطبيب مع المريض ديالو مهمه بزاف هو ما خصكش توصل له هذا الميساج كانه عقوبه هو انك خصك توصلوا له بواحد الطريقه سهله وتفسر له شنو هي الخطوره وتعطيه لي زالتيرناتيف يعني غادي حيت دابا حنايا خصنا واحد لابور ديال البروتينات اللي كاين فاش غادي ناخذو غا ناخذو في اللحوم البيضاء يعني الدجاج وبيبي بون تيقول من الاحسن غادي ناخذو الفخد ما ناخذوش ديال الدجاج نحيدو الجلده ديال ديال الدجاج لان هي تيكونوا فيها لي بيغي الحوت البيض كله يعني الميرلون الصول الحوت البيض كله وتبقى لنا لي سورس اخرين البروتينات البيض المواد الحليب مم. هادو كلهم ما عندناش فيهم مشكل الزبده وهذا يعني يعني, يعني اللي من عندك هو انه هذا المرض ديال لاكوت كيولي بحال مرض مزمن بحال السكريات المرض السكري اللي كنقولوا ايه له واحد النمط ديال الاكل والرياضه دائما ايه. فهو خصو يعني تعمل معاه اكزاكتو يعني باش قلت لك نمط العيش اكيد أه احنا يا يعني الرساله واضحه داكشي علاش ماكرهتش على اننا نعاودوا نذكروا بالاعراض اللي الى جاوا نمشيو عند اخصائي في مرض يعني المفاصل والعظام بايجاز هكذا الناس يكون عندهم الرساله أه أه الناس اللي أه ما عندو ما عنده مثلا طونسيون أه سكار كوليسترول وشي نهار جا شي حريق في صبعه الكبير فيقوم من النعاس يجي عند اختصاصي المفاصل والعظام الناس اللي تاخذوا بعض الادويه اللي مثلا عند طبيب ديال القلب اللي تيجريو الدم ولا لي ديوريتيك اللي تيعطيو واحد التبول معرضين انهم يديروا لاكوت دونك الا وقع لهم هذا المشكل يمشيو عند طبيب القلب ديالهم اللي فورسيمون غادي يتصل مع مع اختصاصي ديال ديال المفاصل والعظام باش نلقاو حل سوا في تغيير الدواء سوا باش نشوفوا شنو غادي نديروا الوغ آه 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 شنو اللي غادي هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين يعني الا كنتي كتعاني من هاد الامراض وحسيتي بشي حريق في, في صبعك ديال رجلك تمشي عند الطبيب سير عند الطبيب شكرا ليك دكتور على كل هاد النصائح <applause> والمعلومات اللي تقاسمتي معنا <applause> وياسر دابا غادي نمشيو باش نتكلموا على الموضوع ديال الفقره الثانيه اللي عنده علاقه بالجمال ياك بالجمال وبالبشره <applause> <applause> ماشي البشر البشره <applause> <applause> البشر ولا <دلوقتي. تصفيق> الناس اللي عندهم واحد البشره اللي كان فيها شويه ديال الحساسيه اللي هي يعني البشره الجافه ونشوفوا شنو هما الاشكاليات ديالها وخاصه شنو هما النصائح اللي غتعطينا الخبيره اللي غتكون معنا باش نتهلاو في هذه البشره هذه قبل ما نستقبلوا الخبير اللي جبتي لنا ياسير كنقترح عليك وعلى المشاهدين ديالنا نبقاو مع هذا الفيديو ونرجعوا لكم في بلاطو لي <applause> اذا كانت البشره ديالك فيها تشققات ولا كتقشر او كتبان ناشفه ولا فيها فحال في الخطوط وفحال بدات كتحراش وكتحس بالجلد ديالك كيتجبد فتقدر تكون كتعاني من جفاف البشره شنو هو جفاف البشره كيفاش نتعاملوا معاه واش عنده حلول الاجوبه مع الهام بروفيسور ياسر والضيفه ديالو في بلاطو لي زيكسبير اهلا لكم مشاهدينا وفي هذه الفقره غادي نتكلموا على البشره الجافه شكون ياسر جبتي لينا باش يتكلم لينا على هذا الموضوع احبوا معايا بالدكتوره خلوقي مجدورين اخصائيه في التجميل مرحبا بك معنا في بلاتو لي فيك شكرا لله اول حاجه كيفاش اننا يعني نعرفوا باللي راه عندنا البشره جافه البشرة الجافة الناس اللي عندهم البشرة الجافة كيقوموا بإفراز دهون بشكل اللي هو قليل فبالتالي مما يؤدي على مما يؤدي إلى كسر ذاك الحاجز الدهني الواقي للبشرة اللي كيتسمى بلو فيلم ليبيديك مما يؤدي إلى تبخر ذوك جزيئات المياه السطحية ويؤدي إلى جفاف البشرة فمن بين الأعراض ديال هاد ديال البشرة الجافة الأعراض هي أولا هاد الأنواع البشرة هادو واش كنتزادوا بهم ولا كيمكن في اطار تطور الحياه ديالنا على حساب النمط وعلى حساب كاين تغير من من الى بشرة الحال فهناك عامل وراثي هذا الشكل غالبا كنورثوا النوعيه ديال البشره ديالنا وهناك اشياء كنتعرضوا لها في 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 نمط الحياه اجراءات تؤدي الى تغيير تغيير نوعيه ديال البشره من نوع الى الى اخر. هنا كنشوفوا باللي بزاف ديال الناس كما ذكرتي وذكرتي بالانواع البشره بزاف ديال الناس ما كيعرفوش يفرقوا بيناتهم وما كيعرفوش انهم يحددوا نوعيه البشره <applause> فكاين مثلا اللي غادي يفيق الصباح غيلقى قشيرات في الوجه ديالو غيقول انا الوجه ديالي جاف في الحين ممكن يكون فقط يعني شي مرض ولا, ولا فتره اللي هي غير صالحه فوقاش نقدروا نحدوا ون... ونكونوا متاكدين باللي راه هي النوعيه البشره ولا فقط هي مرحله داز منها لانك كتاكل مثلا عندك واحد تريتمون شي دواء كتبعوه ولا قربينا اكثر من هذه المساله الو خصنا نعرفوا كيف ما قلت لك النوعيه ديال البشره كتزادوا بها داكو يعني كنكونوا دائما عندنا ديك النوعيه ديال البشره اما احيانا الا خدينا بعض الادويه ولا استعملنا منتوجات ولا كنا في, في،, في،, في وضعيه بيئيه اللي اللي, اللي كتؤدي الى الى جفاف البشره هنا كنكتسبوا هاد 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 الطبيعه ديال البشره وبالتالي كنوليو كيولي يعني ان شونجمون في البشره ديالنا يعني لو باسون كيعرف ان البشره ديالو ماشي هي ماشي هي في في, ال... في بالطبيعه ديالها هي بحال فبالتالي يتم تغيير نوعية ديال البشره على حسب العوامل كتبقى كتبقى هكاك ولا يقدر يرجع للطبيعه ديالها ترجع للطبيعه ديالها يعني الا استعمل المنتوجات اللي هي اللي هي ادابتي للبشره ديالو فيتم يتم حيت كيف ما قلت لك النوعيه ديال البشره الجافه هي ما كيمكنناش نفرزو الدهون بشكل اللي هو كافي اما ان اللي هو نورمال وفقط تعرض لمجموعه من العوامل اللي ادات انفاس فاز دو ديسيشمون للبشره ديالو يسوفي انه يستعمل منتوجات اللي هي آه خا مختصه خاصه اللي اللي خاصه البشر النوعيه يعني. ديال البشره وبالتالي غادي غادي يرجع لما كان عليه اذا في هذه الحاله الناس اللي عندهم البشره الجافه شنو هما يعني الاعراض اللي يعني اللي كتبان فيهم ولا بما ان كاين تكلمت على واحد الحمايه ديال ديال ديك الدهنيات ملي كيفقد هذيك الحمايه شنو يمكن يتعرض عليه قبل ما Alors, نشوفوا الطرق بين بين الاعراض ديال هذه البشره الجافه اللي كيتعرضوا لها هاد, هاد, الناس كيكون ملمس خاشي للبشره ديالنا كيكون الناس اسبي كتكون لو باسون كيحس بشد في البشره سونساسيون دو تيرايمون كيحس بالجباد بالجباد احيانا كيكون احمرار في البشره كتكون حكه كذلك كيكون كيف قلتي احيانا قشور سطحيه كتكون خفيفه الى قشور سميكه فهذه كلها علامات كتدل على ان البشره ديالنا جافه وتستدعي علاج خاص للبشره الجافه شنو المسائل طبيعيه يا في الاكل يا كزيوت ولا مسائل اللي يمكن يستعملها يعني قبل ما نوصلوا لواحد السن اللي ربما كنطلب يعني ادويه ولا كريمات خاصه داكو اللي خصنا نعرفوا انه البشره الجافه لا بون تستجيب جدا اجراءات نمط الحياه يعني الى الى اعتمدنا بنظام تغذيه سليم وشرب الماء بطريقه اللي هي كافيه فكيكون تحسن كبير في طبيعه البشره ريبوند تاكستيون بالنسبه للاطعمه البشره الجافه تحت... كتحتاج للدهون و يكون عندنا بشره سليمه كيكون خاص يكون داك الحاجز لو فيلم هيدروليبيديك سليم اللي يحتاج اللي هو مكون من دهون من الماء من المرطبات الطبيعيه اللي ذكرت كالوغي لاسيد لاكتيك لي سيراميد الى غير ذلك ف بالنسبه للاطعمه كيخص هاد الناس اللي عندهم هاد البشره يتناولوا اطعمه غنيه بالدهون الصالحه اللي كنلقاوها غالبا في الاسماك الدهنيه آه لي زوميغا 3 السردين الايجابي اكزاكتو لو بون كوليسترول كنلقاوها في سمك السردين سمك التونه السلمون كذلك في بذور الشيا بذور الكتان اصفر -hmm. البيضه هو فيه لوميغا 3 عندنا الأفوكا آه متوفره بشكل كثير في السوق ديالنا حتى هي غنيه بالدهون الصالحه بالفيتامين سي بالفيتامين او كذلك مجموعه من 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 الخضروات كالبروكولي غنيه بفيتامين سي فيتامين او الطماطم غنيه بالكاروتينويد اللي كتحب كيتحولونا باغ لا سويت الفيتامين فهذه مجموعه من 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 الاطعمه من يقدر من الانسان يسمتها. اللي كتساهم وكتعاون بشكل كبير في ترطيب الجسم بين الاخطاء الشائعه <applause> كنعرفوا الناس اللي كتكون مثلا عندهم بشره دهنيه كيقول لا انا ما نحتاجش كاع ترطيب والناس اللي عندهم بشره جافه كيديروا الترطيب بزاف هنايا كنصدقوا في ليكسي <applause> كنزيدوا هنايا كيفاش نقدروا اننا نعطيو نصائح للناس اللي كيعانيوا خاصه من البشره الجافه على انهم يرطبوها بالطريقه الصحيحه وما يطيحوش في هذا الفخ ديال انهم يكثروا على البشره ديالك سي... دي سي... غالبا البشره كتحتاج ترطيب يومي مرتين في النهار يعني ما كاينلاش نتعداو هاد 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 ال... الكم آه. ديال الترطيب غير هو الفرق ما بين ان ال... عنده بشره دهنيه وواحد عنده بشره جافه هي في المكونات اللي هضرت عليها فلا بد خاص 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 استشاره طبيه سو أو سونس اولا المريض يسو سين على شنو هما المكونات ديال دوك الكريمات اللي كي اللي كي ابليكي على الوجه ديالو فمن بين الاخطاء الشائعه كذلك كيكونوا لي باسون كيستعملوا منتوجات غنيه بالكحول بالبارفانات تقوم بتهييج هاد, هاد البشره الجافه وتؤدي الى تفاقم هاد حده الجفاف حده الجفاف ديال البشره بالنسبه للرجال اللي عندهم البشره الجافه وخاصة واش الحسانة لوغازاج واش مزيانة ولا من الأحسن Alors يعني فمن بين فمن بين, بين أسباب <applause> جوستومون هذا لو ديسيشمون ديال لابو الحلاقة خاص دائما يفو يوتيليزي أن جيل واقي قبل قبل من قبل من الحلق حيت الحلق يقوم بتهيج البشرة ديالنا ويؤدي إلى تفاقم هاد حدة 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 الجفاف نتكلم على الوصفات الطبيعية الحاجة اللي كنبغيوها حنا إحنا كمغربة وخاصة يعني كان باللي كاينين بعض المواد اللي قدروا مثلا يكونوا غير صالحة للبشرة الدهنية إحنا دائما كان بالنسبة لنا ديك البشرة الجافة يلي كانت تكرفسوا عليها أكثر أعطيها كل شيء خاصها ترطيب خاصة هذا ما كتخدش يعني بوحد كما كان بمسؤولية وغالبا كنشوفوا وصفات كيخلطوا فيهم ياورت طبيعي كيخلطوا لها الويفيغا الزيوس جوج ثلاثة ديال الأنواع بغينا كملنا هنا على آه يعني الـ الـ الجانب الاهميه ديال هذه الوصفات فين نقدروا نستعملوهم وفوقاش يقدروا هما يشكلوا لنا مضاعفات على البشره ديالنا تري بيان الوغ اللي خصنا انه بطبيعه الحال منتوجات طبيعيه متواجدين في جميع البيوت ف... فكتجي سهله لو انه يستعمل وصفات ولكن خاص يكون دي... خاص يكون بتقنين وباستشاره وب... وب... و... ويستعملوا مواد اللي هي ادابتي فمثلا بالنسبه للبشره الجافه من بين الزيوت المهمة للبشره الجافه عندك زيت جوز الهند اللي لويل دو كوكول كوكو اللي, م... اللي متواجده في جميع في, في... في جميع الاسواق تهي... ت... ت... فتقوم ترتيب البشره بشكل فعال وهي كذلك مضاد للأكسدة. عندنا كذلك العسل هو متوفر جميع في جميع البيوت يقوم هو مضاد للالتهاب مضاد للبكتيريا يمكننا نستعملوه كماسكات مفيده للبشره ديالنا الصبار كيف ما اللي, 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 اللي عليه فهو مهم كذلك جدا كنقوم اون اكستري داك ديالو يمكننا كذلك نستعملوه كماسكات ولكن الاهميه اللي ما اللي ما كاينتابوهاش كتبغيش لي باسيون هو المده ديال الزمن ديال ديال, ديال يخليو في ما خصناش نتجاوزو 15 20 مينوت دو بوز 15 حتى 20 دقيقه دقيقه 28. في لا ديال لو من بعد نشطفوه بماء اللي هو دافي بور نو لا واحد الحاجه اللي ارتباط دائما بالمحيط ديالو بالمناخ شنو النصائح ديالك للناس يعني التعامل مع ملي كتكون الشمس بزاف وفي وقت البرد أيوة يعني وعند البشره باش نرجعوا للبشره الجافة خصنا نعرفوا ان الحده ديال الجفاف في البشره كتزاد في فصل الشتاء علاش؟ حيت مع انخفاض درجه الحراره كتنقص الرطوبه في الجو مما يؤدي الى تبخر ذوك جزيئات المياه اللي اللي هضرنا عليها والى تفاقم حده الجفاف كذلك في فصل فصل الصيف التعرض طويل لاشعه الشمس يؤدي الى اتلاف الالياف الطبيعيه اللي عندنا في البشره كاليلاستين والكولاجين مما يؤدي يؤدي الى لا ديغراداسيون ديال ديال البشره ديالنا فهنا كان كان, كان خصنا نركزوا على اهميه الحفاظ على على الوقايه من الشمس دونك استعمال استعمال لي كرون سولير وخصنا نغنوفلي كل ساعتين خصنا نعرفوا اليوم انه عندنا ثلاثه ديال لي فولي انا دائما كنبداو بالوقايه داكو كنستعملوا كذلك منتوجات دي تريتمون لوكو في ادوميسيل وهناك آه علاجات اخرى كنستعملوها في دون لي دون لي كابينيه دو ميديسين هنايا كي, كي... يقوم لنا بتجديد البشره ديالنا كيساعدوا على الترتيب يعني تخلي لا روجينيراسيون ديال ديال البشره ديالنا نظن باللي يعني رسائل واضحه ولكن ما كرهناش انا نساليو بالنصائح وقائيه للناس اللي عندهم البشره جافه كيفاش يتعاملوا معها بطريقه الصحيحة انا بالنسبه للبشره الجافه كيف ما قلت لكم لعبه نوفيل تستجيب جدا لإجراءات نمط الحياه يعني من السهل زعما آه يعني غير ناكلوا ماكله مزيانه ونشربوا مزيان غادي غادي بطريقه اللي هي كافيه لي تروا الى لترين في النهار م -م. تغذيه سليمه كيف ما كيف ما ذكرتوا تالور تناول الدهون صالحه زيت الزيتون، الحليب كامل الدسم، دوك الفواكه والخضر اللي هدرنا عليهم، تفادي هذه ما هدرناش عليها، الاستحمام فتره طويله حيث الماء الساخن كذلك يؤدي الى كينشف البشره ديالنا دافونتاج، فحابذا دا لو نقلصوا شويه دوغي ديال الاستحمام في 10 الى 15 دقائق فهي مده اللي هي كافيه، استعمال المنتوجات اللي هي ادابتي لهذه البشره الجافه ملائمه للبشره ديالنا. ملائمه للبشره ديالنا خصنا نستعملوا نبعدوا على المنتوجات اللي غنيه بالكحول وبالبارفانات كذلك التدخين حتى هو كنبغيو نذكروا على لي ديال التدخين انه كي كيؤدي كذلك الى اتلاف الخلايا ديال البشره ديالنا فهذه كلها مجموعه من الاجراءات كتساعد على على الحفاظ على البشره الجافه وخاصه الترطيب من الداخل ومن الخارج باستعمال المرطبات يوميا والوقايه من الشمس كل ساعتين حيث بزاف ديال الناس كيحسب لهم الا استعملوا الواقي الشمسي في الصباح صافي راه كاسي بروتيجي لا, لا, لا يجدوه كل ساعتين واستعمال كيف ما قلت لكم مرطبات ادابتي فهذوك لي برينسيپ اكتيف اللي هضرنا ليهم لاسيد لاكتيك الجليسيرول لي سيراميد فهذه كلها مواد تساهم في ترطيب البشره ونستعملوها يوميا في النهار واضح واضح شكرا لك على كل هذه النصائح والمعلومات اللي معنا الله يبارك فيك ميرسي بوكو ياسر وصلنا للثالث فقره ياك وغادي الطفل والام علاش غنتكلموا؟ غنتكلموا على مرض الضيقة عند الأطفال <متفين> وكيفاش نتعايشوا ونعالجوا إلى إلى اقتضى الحال مع الخبير اللي غيكون معنا في البلاطو. <متفين> داكشي علاش ياسر غادي نشوفوا شنو وجد لنا فريق الإعداد ونرجعوا لكم في بلاطو ليزيكسبير. خرجنا للشارع وعطينا المغاربة الرابوز ديال الضيقة وسولناهم لاش كيصلاح وكيفاش طريقة الاستعمال ديالو. هذا ما يسمى بالرابوز اللي كيستعملوه الناس من اللي عندهم مرض ديال الضيقه، تقريبا اغلبيه واحد 65% و 75% كيستعملوا هذا، هذا رابوس ديال الضيقه، كيستعملوا الناس اللي كيكونوا مثلا مخنوقين اللي ما كيتنفسوش مزيان. مزيان مزيان الضيقه، مزيان مزيان، كينضف شويه ماشي بحال في اللون. هذا ديال ديال الضيقه، ديال لازم أزماتيك تسرح قرجوطه، لا. طريقه استعمال سهلة، ماشي شي حاجة، سهلة، أي واحد يقدر يستعملها. كاين الناس اللي كتشوف كاين الناس اللي كتوصل الطريق كيفاش كيستعمل الرابوز كاين كي اول مره كيشوفوا بالنسبه لواحد اول مره غيشوف ما يعرفش كيفاش يستعمله راه حاجه طبيعيه كدير رشه وحده ما ديرش اكثر من وحده ديرها وحده الدقه عند الاطفال واش مرض كيخلع وشنو هو كيفاش نتعاملوا معاه وشنو الطريقه الصحيحه لاستخدام الرابوز ديال الاجوبه مع الهام بروفيسور ياسر والضيف ديالو في بلاطو لي بكم مشاهدينا على بلاطو لي زيكسبير في الفقره الثالثه اللي غادي نتكلموا فيها على الضيقه عند الاطفال ياسير شكون جبتي لينا باش يتكلمنا في الموضوع رحبوا معايا بالبروفيسور امين الحسني اخصائي في طب الاطفال وخاصه في امراض الجهاز التنفسي والحساسيه السلام عليكم بونجور مرحبا بك دكتور معنا في بلاطو لي أول حاجة بغيناك توضح لنا واحد الخلط اللي كاين عند بزاف ديال الناس بين الضيقة عند الأطفال والحساسية عند الأطفال شكرا على السؤال لأنه هو صميم الموضوع كلمة الحساسية اللي كيستعملوها بعض المعالجين ولا بعض الأوصار هذا هو واحد الطريقة باش كنتخبعو من كلمة الضيقة لأن كلمة الضيقة كتخلع الناس م. الحساسية هي مكون من المكونات ديال الثقة، كاين اربعة المكونات اساسية اللي كتدي لنا النوبات ولا لي كريز ديال الثقة عند بيناتهم الحساسية. من بيناتهم الحساسية. إذا بما أن بديتي الموضوع كاين الحساسية تكلمت عليها واش أولا وراثية؟ الثقة فيها واحد العامل وراثي اللي هو القابلية أنه العروق ديال الصدر ديالو ولا لي برونش عندهم بحال قلتي فيهم الهر ملي كتهجم عليهم شي حاجه ولا كتاثر عليهم شي حاجه اش كيديروا كيتسدوا هذه هي القابليه الوراثيه اللي تنعيطوا لها لي برونشيك يعني لي برونش الا شي حاجه اثرت عليهم كيتغلقوا شنو هي المسائل اللي كتاثر عليهم؟ اربعه هاد المسائل بالخصوص اللي هي اولا تعفنات يعني الدري تيكون ترواح تي ديال تيدير السخانه الاطفال العاديين تيبراو واللي فيه ديك القابليه باش تكون فيه مرض الديقة تيتسدو لي برونش ديالو وتبدا تديرو كيصفر يعني الا بغينا نفهموا باللي الطفل ما كيتزادش بالضيقه ولكن كيتزاد باللي عنده هاد القابليه القابليه ديال انه يقدر من بعد بطبيعه الحال يتطور الحاله ديالو وتولي ضيقه داكور قلنا العوامل الاولى هي التعفن العامل الثاني هي الحساسيه كتكون عنده مثلا الحساسيه للغبره اللقاح حساسيه لي يعني اقراض حساسيه لبعض الماكولات <applause> العامل الثالث هي المسائل الصناعيه مثلا ولا التلوث لي توكسيك يعني الدخان ديال السجائر التلوث ديال البيئه مثلا التلوث ديال الجو مثلا بعض المسائل الصناعيه اللي تكون في المنزل مثلا الاب تيكون تيشتغل تيحط السلعه الصباغه ولا <applause> لاكور الروائح اللي مش هدا. والعامل الرابع هو المجهود الدري ملي تيجري تيبدا يكحب ولا ملي تيضحك بزاف تيبدا يكحب واش الطفل اللي كتكون عنده هذه القابليه وكيتعرض لهذه المسائل واش من الاول غيبين انه عنده الدقة ولا كي كيكون هناك تراكمات عاد كتبان الاعراض ديال الثقه هو الاعراض ديال الثقه في, في الطفوله الصغرى تتكون غالبا بضيق في التنفس ولا تصفار أه الصدر لانه التصفار شنو هو التصفار كننسبه لك التصفار في الصدر, الصدر ديال الدري لانه الهواء تيدوز في واحد لو كانال واحد القناه ديال لي برونش اللي كتصغر اللي كنبغيو نصفرو كنسدو فمنا كان فمنا محلول داكشي باش كتسمع داك الصفير الاعراض كتكون كسعال كصفير ولا ضيق في التنفس وتيمكن لها تبدا من السنوات والاشهر الاولى عند الطفل الا انه بعض المرات ما القموش بالتشخيص ديالها وكيبقى تراكمات اللي كتظهر اللي ما اللي هو مختلف عند الطفل اللي هو مهم جدا عند الطفل هو انه ما الرئه ديالو في طور النمو هذا إيه. باش كيختلف مرض الربو ولا الضيقه عند الكبار وعند الصغار داكشي باش خص يتكلفوا بهم اطباء اطفال مراسيده ديالهم علاش الطفل من اي واحد يمشي عند دكتور الاطفال الدري راه تي 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 تيتكلف ليه بالنمو ديالو كيعبروا تيوزنوا حيت الدات كتكبر ما خصناش ننساو انه حتى الصدر تيكبر حتى الاعضاء كتكبر كلها بالخصوص الصدر الا إيه كان داك الصدر عاد تيكبر وفي هذه المرحله ديال النمو ديالو كيتعرض لنوبات ديال الضيقه متكررة وكثيرة كل كريز كل نوبة كتبقاو دي سيكاتريس في الصدر هادوك لي سيكاتريس سيكاتريس مورا سيكاتريس مورا سيكاتريس الصدر ما تيكباش مزيان واش تيطرى ملي كيولي انسان بالغ تيكون عنده قصور في التنفس يعني العلاج ديال الضيقة ماشي باش نداوي النوبات ماشي باش ما مي... يكونوش عنده الاعراض لا كش. الهدف الاساسي ديالنا نكبروا العضو اللي هو الصدر بطريقه سليمه بما انك تكلمتي على هذه القضيه باش نكبروا العضو بطريقه سليمه حنا العلاج المتعارف عليه واللي كنشوفوه عند الناس ديال الضيقه هو الرابوز شرحنا اكثر هذا الجهاز لاش كيصلح كي الاهميه ديالو بالنسبه لهاد الوليدات اللي كيعانيو حتى الطريقه الاستعمال ديال الاستعمال يعني كل هاد الحويجات <applause> اللي علاقه ب بل... تنشكرك انك جبدتي الجهاز ديال التنفس هاد الرشاشات كاين جوج الانواع غالباً كان الرشاشات اللي زورق كما ذكرتي والرشاشات اللي ليمونيين صفر قويين يعني كاين جوج الانواع ديال العلاجات كاين علاج اللي كنداوي دو... به الازمات والنوبات اللي هو لك الزرق وكان ح... فوري فوري اون كا دو كريز بحال مثلا الدواء ضر حرق راسك كتاخذي الدواء الراس ما تضركش راسك ما كتاخذيهش بحال الرابوز الزرق وكان رواب اخرى اللي اللون ديالها تيكون بني ولا ليموني ولا فيولي انواع اخرين هادوك بالعكس تيداويو لديك تيهدنو تينقصو وتحيدوا الالتهاب اللي في الصدر وتينقصو من ديك القابليه الوراثيه يعني تيديرو تي تي كوقايه طريقه للعلاج اول حاجه كنعرفوا ان دوك الرشاشات بصفه عامه ما كيتولفوش وما كيضروش دونك نحيدوا هذه الفكره من راسنا مم. وكلمه الضيقه ما خصهاش تخلع الناس علاش ما تخلعش الناس؟ لانه المرض اللي اقل خطوره وتيعطي التصفيره الصدر هو الضيقه يعني الا شي واحد صفر ليه صدره وما كانش الضيقه تكون شي حاجه اخطر دونك اللي سمع الضيقه يطمع ويقول الحمد لله راه غير الضيقه هذه ولكن الا ما تبعناش مزيان يمكن توصلنا للمضاعفات الصدر ما كباش دونك نتفاهموا انه الضيقه ماشي خطيرة علاجات متوفره خصنا نستعملوها مزيان بزاف ديال الناس كيوقعوا في الاخطاء ديال استعمال الدواء اللي هو مثلا الرشاشه الرشاش فيه جوج المواد فيه غاز وفيه دواء وداك الغاز والدواء دايرين بحال الماء والزيت كاين اللي ما تيحركش الرابوس وإلا ما حركتيهش بحال ما كتاخد حتى شي حاجه بحال ما درتي والو دونك ضروري نحرك الرشاش تيقولوا تنستعملوا بواحد القنينه تنستعملوش ديريكت لان دي ملي كنبرك ديك الرشاشه داك الدواء تيخرج بواحد السرعه ديال 120 كيلومتر في الساعه اللي كنشوفهم كيقبطوا الرابوز وكيديروه في فمهم نجان. ماشي مزيان ماشي هذه الطريقه الصحيحه ماشي خايبه ديك الطريقه علاش حيت ملي كنبركو داك الدواء اللي تيخرج مع داك الغاز تيخرج بواحد السرعه ديال 120 كيلومتر في الساعه يعني ملي كنبرك هنا كيضرب كي في الحلق ديالو وكيلصق خصنا نشوف الصدر تمشيش, تمشيش للصدر بزاف تمشي غير من واحد الكميه قليله شوف بحال دابا التصويره هذه الطريقه خاطئه امم ماشي بحال هكا خاطئه تيخصنا نستعملوا واحد القنينه اللي كتبعد الرشاشه يعني ملي كنبرك ذاك الهواء تيكون فيك القنينه الخ... ل... 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 واللي كنستنشقها كنست... آه. تيمكن لها تمشي الرشاش ما كيتولفش خصو يتحرك <applause> وخصو يتستعمل عن طريق قنينه اللي كتجعل انه ما كي... ملي كنرش ما كل كلشي في حلقي <applause> <applause> كاين بعض الاليات اللي كنستعملهم عند الاطفال الكبار شويه ابتداء من السنه السابعه ولا الثامنه وعند الكبار اللي يمكن من الممكن انه ما نستعملوش ديك القنينه وما كيكونش عبر الرشاش تيكون عبر واحد الالات اللي كتعطي واحد الغبره <applause> اللي حدو شحال المده الكميه في النهار في الاسبوع واش مزمن كيبقى هذا الدواء هذا ناكلوه دائما بطبيعه الحال الو اللي يمكن اللي نقول هو انه كاين على حسب الصعوبه ديال مرض الطيحة مرض الطيحة انا ممكن نقول انه تيشبه المرض السكري يعني كاين اللي عنده تيكون السكري 4 غرام كان عنده غرام ونص كاين اللي تيكون تيدير ازمه ولا كريز كل سيمانه كاين اللي كيدير مره في 3 شهور العلاج ديالو مشي كيف كيف اللي تهمني هو انه ملي تيكون الطفل صغير نوصل السدر ديالو بسلامه لسن البلوغ هاد الطريقه ديال العلاج كاين اللي كنستعمل شي ياخذ الدواء عامين كاين اللي ياخذ ثلاث سنين كاين اربع اللي تيهم هو انه هذاك الصدر ينطلق ويكبر مزيان تنعاونوا في الاول وشحال ما بدينا العلاج مبكر واستعملناه لمده بلوز او موان طويله تنقدوا انه في المستقبل ما نبقاو نحتاجوا حتى شي حاجه و... لانه الصدر كبر سليم الا ما كبرش سليم تتبقى في ديك لي سيكاتريس وكيكون دائما تيخصو لك الرشاش الزرق كما قلتي حيت داك ولي تيفاجئ هو. هو اللي خاصو يكون مع الرشاش الاخر اللي هو لو تكون لو تريتمون دو هذاك العلاج الا استعملناه بكري سمناه سوفيزامون مدة المده كافيه السدر تيكبر سليم وما تيبقاش يعني, يعني واضح مشكلة. دكتور الاهم هو اننا هذاك السدر نكبروه بطريقه صحيحه صدر باش صدر. من بعد يتعايش مع المرض بطريقه مزيانه هنايا بغيت نسولك يقدر يعيش عادي هذه يعني الرسالة واضحة هنا غادي نرجعوا للحياة اليومية اللي الآباء كتخلعهم بزاف عند وليداتهم اللي كيكونوا كيعانيو من الضيقة مثلا بالنسبة لهم ولدهم كيعاني من الضيقة ممنوع عليه منعا كليا أنه يخرج يمشي يدير الرياضة ويمارس حياته بحالو بحال الوليدات الآخرين حتى إلا كان مجموعة مع العائلة أجي أنت جلس ما تجريش راك فيك الضيقة بغيناك تهضر مع هاد الآباء وتشرح لهم باللي هاد الوليد راه يقدر يعيش حياته بحاله بحال الوليدات وما يتحرمش انه يجري ويلعب ويمارس الرياضه دياله بكل نزاهه ما وجدناش البرنامج قبل نهائيا ولكن تنهنيك انك طرحت الاسئله اللي كنت انا باغي نجي نقولها شكرا شكرا لك على هو حياتي الشخصيه بديت نداوي مرض الطيحه هذه 30 سنه وانا كنداوي غير مرض الطيحه والربو وامراض الصدريه عند الاطفال <applause> هذه 30 سنة كنا ما تنع... تنع... تنهداش من تنعطي شواهد طبية للأطفال أنك أنت ما خصكش دير الرياضة في المدرسة حبس ما ديرش الرياضة شنو تبين لنا؟ تبين أنه يمكن تنهدوا عليه صدره شي شوية ولكن كنسرقوا منه الطفولة دياله <applause> كنحرموه من الطفولة يمكن صدره ما يبقاش كنكبر الدري معقد ماشي بحال الأطفال الآخرين ماشي أنا شخصيا الاطباء ديال الامراض الصدريه عند الاطفال كاملين في العالم كامل تطورات المسائل العلاجات ديال الديقه في 30 سنه ما تصوريش كيفاش تغيرت وردات من مرض الرب ولا الضيقة اللي كانت يخلع الان مرض بسيط اذا كان متبع مزيان الان ماشي ممنوع غير معقول انني نحرم الطفل من الطفوله دياله نعالجه ونعطيه الدواء مزيان ونراقبه مزيان باش يجري ويلعب ويدير الرياضه ويدير كلشي يعني الطفل اللي فيه الضحى يعني الاباء اللي كي اللي كيحبسوا كي وليداتهم الطبيب يقول له تقدر انك تمارس ما يحبسوهش خص ما, ما... ما... ما حتى شي دكتور يقول لشي طفل ما تمارسش الرياضه الرياضه الوحيده اللي نحضر ما نمارسوهاش هو الغطس في الماء في احماق البحار يعني يمكن يوقع مشكل ديال التنفس الاكسجين ولا نركبوا على الخيل اللي عنده الحساسيه للخيل اما ابطال هذا الشيء الاطفال خص هاد اللي تدير الرب خص هاد الرياضه بحال الاطفال الاخرين كم الرياضه يعني م. احنا دابا الرساله ديالك واضحه ولكن واش خصو ياخذ احتياطات ولا ولا كانت هذه الاحتياطات شنو هي لا لا بطبيعه الحال اللي غادي يدير الرياضه انا قلت لكم انه من المسائل اللي كتدي الازمات ديال الرب هي تعفن الحساسيه المواد الحساسيه المواد التوكسيك والمجهود يعني كنعرفوا انه الدري الا جرى هذه يبدا ما يمكن ما يجيش الجنوبه ولا يبدا يكحب الا كان ياخد داك العلاج لو تريتمون دو فون ديالو ما دي يطرا ليه والو وإلا كنت كاع تخوفنا يمكن لو يدير جوج الرشات قبل ما يدير الرياضه ديالته وما تحرمش من الطفوله دي. يعني الا دار هذاك جوج درشات قبل ما يبدا الحصه بطريقه مزيانه بطريقه صحيحه يقدر على ان ما تجي نوبه اثناء الحصه تشي ديالو ما كاين حتى شي مشكل دكتور حسني حنا تولفنا بك دائما في نهايه كل فقره كتعطي نصائح للاباء مباشره داكشي علاش غادي نطلب منك توجه الكاميرا ديالك وتعطي نصائح للاباء اللي عندهم وليداتهم كيعانيوا من الرابو والكاميرا ديالك ها هي بزاف ديال الناس تبعثوا ملي كانوا صغار اطفال دابا كنتبعوا وليداتهم وكبروا في يدي والان ما عندهم حتى شي حاجه لانهم تبعوا علاج ديالهم تبعوا رشاش ديالهم مرض الرب الا كان التشخيص ديالو وتخدي العلاج ديالو ما تشكل اي خطوره وهو المرض اللي اقل خطوره في اللي كيصفر في السر. ما نخافوش منه ان شاء الله غادي يكون غير الخير شكرا لك دكتور على كل هذه النصائح والمعلومات أنا صراحه كنمشي معك حتى الا كان ولدي في الراب ماشي مشكل ما غنخافش الله ينجيك وما تخافيش شكرا لك شكرا لك ودائما غادي نبقاو مع المعلومات ولكن في الفقره اللي كنتعرفوا فيها على معلومه جديده كتخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الهام زيدو حيا <applause> اهلا الهام اهلا ياسر واهلا بكل مشاهدي برنامج الخبراء انا قالوا لي واش كاين شي تامين اختياري كاين غادي ندويو عليه دابا واللي كيكون عبر الكتاب بالفعل غنشرحوه وكيكون عبر كتاب هذا الكتاب كيهدف في التامين الاختياري الحفاظ على حق المؤمل ليه في الحصول على معاش التقاعد والاستفاده من التغطيه الصحيه بالنسبه ليه ولذوي حقوقه وكيحق لكل مؤمن له الاكتتاب في التامين الاختياري اذا استوفى الشروط المحدده بالفصل 5 من الظهير الشريف بمثابه قانون رقم 1702 المغير والمتمم للظهير بمثابه قانون رقم 184 72 و1 والصادر في 27 7 1972 وكتحدد هاد الشروط كما يلي اثبات التسجيل في النظام الاجباري خلال 1080 يوم على الاقل متتاليه او غير متتاليه هي سنوات ونصف تقريبا اذا كان المؤمل له مصرح به بطريقه منتظمه الانقطاع عن مزاولة أي نشاط مأجور، إيداع طلب الاكتتاب في التأمين الاختياري خلال أجل أقصى 60 شهر انطلاقا من تاريخ الانقطاع عن العمل ولا يتم تطبيق هذه الفترة على المؤمنين اللي كيتوفروا على عدد من الأيام أكبر من أو يساوي 2160 يوم متتالية أو غير متتالية، غادي تسولوني كيفاش كيتم الاكتتاب في التأمين الاختياري؟ فخاص المؤمن ليه يقوم بتقديم طلب الاكتتاب في التأمين الاختياري في أي وكالة من وكالات صندوق الوطن الوطني للضمان الاجتماعي اللي من اختياره مرفوق فقط بالوثائق التاليه الاولى شهاده انقطاع العمل ماجور مسلمه من طرف اخر مشغل او تصريح بالشرف مصادق عليه شهاده الحياه ما كتجاوزش ثلاثه ديال نسخه من بطاقه التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نسخه من البطاقه الوطنيه للتعريف وباش تعرفوا كيفاش كيتم احتساب معدل الاشتراكات في التأمين الاختياري وهذا سؤال كانت سألوه كاملين فالاحتساب ديال الاشتراكات كيتم بالطرق التالية بالنسبة لمنافع النظام العام كيكون ب 12.89% من الراتب المرجعي في حدود السقف الشهري 6000 درهم حالياً وبالنسبة للتأمين الإجباري على المرض فكيكون بنسبة 4.52% من الراتب المرجعي وكيساوي الراتب المرجعي المعتمد في حساب الاشتراكات بمعدل ستة الأشهر الأخيرة المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال فترة تسجيل مؤمله بنظام الضمان الاجتماعي قبل شهر من وقف العمل ديال المأجور وما يمكنش لهذا الراتب يكون أقل من الحد الأدنى الأجور ضمن الحد الأقصى للسقف الشهري 6000 درهم المعمول به حاليا كانت هذه هي المعلومة ديال اليوم باش نفهموا اكثر لا سي ان اس اس الهام وياسر شكرا لك على كل هذا النظر الهام شنو شتي اليوم في المعلومات الطبيه غادي نتكلموا لكم على واحد الحاجه ولا واحد العلاج من بين العلاجات اللي كنستعملوهم في الهرس القبص ولا ولا <applause> الحديد ولا كاين يعني بزاف د العلاجات <applause> <applause> ولكن حنا اليوم غنتكلموا على واحد فيهم اللي هو القبص نبقاو مع الروبورتاج ونرجعوا لكم الجبس هو واحد الاداه كيتم استخدامها لتثبيت العظام اللي مهرسه في بلاصتها باش الشقه تجمع وترجع للحاله الطبيعيه ديالها وهذا الجبس كيصلح كي فاش يكون شق في العظم والعظم مازال في بلاستو باش يتلاقى العظم على العظم ويجمعوا راسهم براسهم الجبس اليوم تطور ولا كيتصاوب طبيا طيب وما بقاش تستخدم القبص التقليدي واليوم ولا عبارة عن فاصمات مكونة من عدة طبقات كيكونوا عامرين محشوين بالمادة ديال القبس واللي كيقدها الطبيب في المنطقة المعنية وكيزيد عليها الماء باش تجمع وتقصاح وغالبا ما كيبقى القبص ما بين ثلاثة حتى لربعة ديال السيمانات باش يدير الخدمة دياله بيها هي هذه وبها كنكونوا وصلنا لاخر فقره من برنامج لفعل البروفيسور ياسير كيجاوب على تساؤلات الجمهور الحاضر معنا شكرا الهام وانا كنتوجه على عند الجمهور كندير اضافه فقط للريبورتاج على القبس ونصيحه للمشاهدين انه الى داروا الكبس لهاد اليد الرجلين داك علاش كنخليوه ديما ما كيشدش الرجل كامله لان خصنا نتاكدوا بان الصبعين يقدوا يتحركوا وما يكونوش باردين اذا كان شي حاله من هذا يرجعوا عند الطبيب ديالهم والان امام الجمهور الحاضر اللي هنا باش نجاوبوا على الاسئله ديالهم تفضل ربي دي. سلام بروفيسور <applause> انا فاش كنت مشى بزاف كتشدنا واحد النخصه في جنبي واش عندها شي ضرر إذن هنا النقص الجنب عندها في الغالب خاصه عند الشباب عندها جوج ديال تفسيرات الاولى ملي كنديروا الرياضه ولا كنتمشاو بالزربه فبحال اي عضله كاين العضلات المرجلين الرجلين والتنفس ديالنا حيت كنطلبوا من التنفس ديالنا يكون اكثر باش يواكب ذاك المشي بالزربه وهذا فكاين العضلات اللي ما بين يعني ضلعت هذه العضلات حتى هما الى بحال اي رياضه الا ما سخنوش يعني بحال كنديروا لهم يعني الحراك هو اللي كيعطي داك النخسه الا ما كانش تسخينات وهاد التسخينات كتم لان التسخينات ماشي هو لو شوفمون ديال العضلات الاخرين هو عند التنفس داك الشيء علاش كاين واحد الطريقه لا من الناس اللي كيديروا الرياضه ولا الناس اللي كيتمشاو كيديروا لا مارش حتى التنفس خصو يواكب أه أه المجهود لان بحال كنطلبوا من واحد العضلات دير واحد الخدمه ما تولفاتش عليها المشكل الثاني اللي كيعطي النخسه هما الناس اللي كيديروا المشي السريع او الرياضه مباشره بعد الاكل ولا يأكلوا بالزربه وكيمشيو يديروا الرياضه لان ذاك الهضم العمليه ديال الهضم ملي كتكون خدامه فأنك كتطلب من الناس اللي كتكون هي منشغله على الهضم وحنا كنطلبوا منها مجهود اخر فهي كتعطي واحد يعني واحد الضغط على هاد البلاصه اللي كتكون هنا في المصران في اليمن وحتى هي تقدر تعطي ذاك النخسه في الجنب اذا النصيحه دائما ناخذ واحد الوقت من بعد الاكل باش نخليو الدات تهضم ولا كنا غنديروا الرياضه ولا فنعاونوه بطريقه طريقه ديال التنفس اللي تكون ايجابيه. ميرسي بوكو. في سؤال اخر تفضل سيدي. سلام بروفيسور انا ما كنوضش اللحيه وكنت سولت حد الدري صاحبي قال لي ندير نستعمل الموس فوق البشره ديالي وندير فوق منه الثومه واش هذا الشيء كيخلي اللحيه تنوض ولا عندها شي تاثير سلبي على البشره هو بعدا اللي اللي متفقين عليه ما خصوش يدار هو ذاك الطريقه ديال كنقولوا نجرحوا لا لا بالنسبه للشعر ديال الراس ولا بالنسبه للوجه ما خصاش نبقاو نجرحوا باش نديروا شي حاجه فوق منها هذا يعني مساله خاطئه 100% لكن اللي يمكن نقوله كنقطة إيجابية هو أن بالفعل توما عندها واحد المفعول ايجابي عنده خاصه يعني كتعاون على ان الشعر يطلع مزيان هذه يعني متعارف عليها بطبيعه الحال حنا ديما هنا ملي كنعطيو النصائح ودائما كنجيبوا الخبراء كنقولوا حتى الا بغينا نستعملوا المواد الطبيعيه فدائما تكون باستشاره طبيب الجلد وهو يقد بالاضافه الى المساعده ديالك على آه تشخيص المشكل ديال مثلا علاش الشعر ما كيطلعش مزيان ولا علاش كيقصع يمكن له يعطيك وصفات طبيعيه فيها دور الثومه اللي كيكون ايجابي ولكن دائما كيقولوا لنا كيفاش غنديروا لها واش غناكلوها مشروب ولا تسخنوه ولا هذا هذا كيبقى دائما من تخصص اطباء الجلد شكرا <applause> شكرا لك يا سيرة على كل هذه الاجوبه اللي تقاسمتي معنا وبهذا كنكون وصلنا لنهايه الحلقة كنشكر الجمهور الحاضر معنا في البلاتو كنشكر المشاهدين على تتبعهم لهذه الحلقه ودائما مشاهدينا كنقول لكم صحيحتنا نتهلاو فيها نحميوها وما نهملوهاش وكنضربوا لكم موعد السيمانه الجايه دائما على قناتكم الثانيه في برنامجكم خبراء على خير